السلام على مشاهدينا اينما كنتم مرحبا بكم في رحله اخرى الى عالم الافكار والرؤى الجميله ضيفتي هذا المساء سيده كلمات تعرف حلو الكلام عذبه كما تعرف مر الكلام سيده التقيتها طالب بالجامعه ثم كبرنا بعيدين في مجالات مختلفه التقيتها منذ اربع سنوات في حوار كان من القلب الى القلب عن المراه عن الحريه عن الفكر عن التدين وعدم التدين تحدثت عن الجنس عن الادب وقله الادب الف يوسف تتحدث في السياسه وتتحدث في كل ما يعني الشان العام فقط اعتقد لانها اختارت ان تكون امرأة حرة قد تختلف معها لكن ذلك ليس بيت القصيد لهذا الحوار في هذا المساء لو قلت ألف يوسف أغنية للحرية يختلف معها البعض ويتفق أجمل ما في الحرية احترام الاختلاف فماذا تقولين؟ أقول أن الاختلاف هو جوهر الحياة تصور لو أن العالم كانت أشكاله واحدة ألوانه واحدة الشخوص فيه شخص واحد لكان مزعجا مملا فوجودنا اصلا صراعاتنا اختلافاتنا قراءاتنا المتنوعه هي جوهر هذا الوجود هل تبحث ألف يوسف عن الازعاج؟ هل انت وجدت لكي تزعجي الاخرين؟ انا انتمي الى مدرسه روحانيه تعتقد انني لا ابحث عن شيء ولكن ما افعله يودي الى نتائج تعتقدين انك لا تبحثين عن لا ابحث عن شيء بعبارة اخرى انا مجرد اداة تقوم بدورها ما ينتج عن هذا الدور يتجاوزني لست انا ما اريده قد ازعج البعض قد افرح البعض ولكن في نهايه الامر يظل او تظل المسرحيه مستمره ما الذي يزعج اذا ألف يوسف؟ اكاد اقول انه لا يزعجني شيء حتى التهديد بالقتل لا يزعجني التهديد بالقتل لانه إذا كان مكتبا أو مقدرا علي أن أموت مقتولا كما مات كثير من المفكرين فسيكون ذلك في نهاية الأمر هذه مسببات ونتائج تلك هي الحياة هناك أشخاص ربما ليس لهم العمق الروحاني الذي يسمح لهم بقبول الآخر لا يمكن أن يكون كل الناس مروا بنفس التجارب ووصلوا إلى نفس النتائج ألفا لنبدأ بآخر أعمالك أنا اعشق ان ابدا باخر الاشياء احيانا. حلو الكلام والكلام الحلو ليس كما العنوان. احلى كلام هو اخر كتاباتي. هذه العباره لها في الحقيقه معنيان، معنى هازل نسبيا لان الكتاب هو قراءه في الشتائم. صح. الشتائم التي تلقيتها على الفيسبوك ومن المفروض ان الكلام الشتيمه هو كلام ليس حلوا بل مرا. لكن هناك معنى حقيقي ايضا. وهو أن هذا الكلام يعبر يعبر عن أعماق الشخصية الجماعية التونسية عماد الشخص عندما يكون غاضبا فعند ذلك يمكن أن تكتشف حقيقته وهنا الغضب أو نوع من أنواع الانفعال الموجود لدى من قالوا لي هذه الشتائم كان فرصة لكي أتعمق فيما وراء ذلك فكريا اجتماعيا نفسيا في مخيال تونسي أعتقد أنه مريض في حاجة الى محاولات كثيرة للشفاء. اليس في ذلك ادانه للجمع وانت تعملين فقط على عينه؟ هو في الحقيقة عندما اقول المخيال الجمعي فلست انا نفسي خارجة عنه. هذا المخيال الجمعي هو شيء يسمنا من طفولتنا. بعض الافراد يعون به ويبذلون جهدا لتجاوز ما فيه من مشاكل ما فيه من مسالك وعرة بعضهم الآخر لا يمتلك الآليات لذلك هي ليست إدانة الكتاب لا يدين بالعكس وأنا طلبت العذر قلت سميتهم الشاتمين صح ولكن أنا أعتذر لأن ذواتهم لا تلخص في الشتيمة أن يعني الشخص الذي يلقي في وجهك شتيمة هو قد يكون أبا قد تكون بنتا قد يكون شخصا حنونا مع الأقرباء فهي لحظة تجسم فارقة في حياة الإنسان ولا يمكن تلخيص هذا الإنسان في الشتيمة لكن يمكن اعتمادها للتحليل وللتفكير. لكنك تعتقدين أن ذلك يمثل الوعي الجمعي أو الشخصية الشخصية الأساسية بعض وجهها نعم هل هو وجه جديد اكتشفناه ما بعد التحولات والهزات م -م. وما سمي بثورة وثورات و... نعم صحيح هناك جانب متصل بالبعد السياقي وحاولت ان ابينه مثل التقسيمات الانشطار العلمانيون واللائكيون ضد الاسلاميين الحداثيون ضد التقليديين الشيوخ ضد الشباب الازلام ضد الثوريين هذا متصل بالمرحله السياقية لكن ما وراءه هو شامل هو عام لانه قد بينت هذا في الكتاب يعبر عن شوق التونسي الى ان يكون منتميا الى فريق يحميه ويقصي الاخر في الان نفسه نحن م. تربيتنا اقصائيه هذه يعني فكره لا يمكن ان تمر ببساطه يعني اقول فسالام انني ساقاطعك في هذا المساء لكن كلماتك تحمل من كبريات المعاني ما تحمل قلتي انه قسمتي هالمجموعات لكن كل مجموعه تبحث عن الانتماء لتقصي الاخر نعم لان هناك خوفا وراء هذا الاقصاء اقصاء الاخر حتى علاقتنا ساعطي مثالا واضح الامور حتى علاقتنا بكره القدم التي هي لعبه في هذا الامر هي لعبه <applause> نعم ولكن حتى... طبعا ولكن حتى عندما اقول ذلك فاني لا اقوله بشكل يؤدي الى ضرب الاخر او شتمه <applause> او ما يحصل احيانا في الملاعب من اشياء غريبه يعني تهشيم وتكسير ودماء الحياه لعبه كلعبه كره القدم فهذا الاقصاء هذا الكره للاخر هو مرضي ومنطلقه الأساسي الخوف لأن الإنسان عندما يتصور أنه في هذا الجمهور أنا أنتمي إلى جمهور العلمانيين إذاً كل من هو ليس علمانيا هو عدوي وسأقذفه بشتى النعوت وهو خاطئ إلى آخر نحتاج إلى نوع من الهدوء وعدم التشنج لكي نتناول الظواهر ونناقشها وهذا ما جوهر الحداثة في نهاية الأمر ولكن م نحن ما زلنا نعيش في القرون الوسطى كما تعرف الحداثة دخلت أو فرضت نفسها بوسائلها بين التكنولوجيا مظاهر الحداثة مظاهر الحداث. يعني نحن الحداث. كجهاز كمبيوتر يحمل الشكل للكمبيوتر لكنه لا يحمل البرمجه السليمه. بالضبط والدليل انه اعتمدت اجهزه الكمبيوتر لحمل الناس على قتل بعضهم باسم الاديان، لحمل الناس على سبي النساء باسم ان الاخر مختلف او خارج عن الدين الذي اراه انا الدين النهائي. هل نكتشف جزءا منا فينا يجب أن نتعامل مع حان الوقت أن نتعامل معه حان الوقت لكي نرى أنفسنا في المرآة هذا الكتاب البسيط هو محاولة بسيطة وهناك ناس كثيرون يشتغلون على هذا كل دي. المجتمعات قامت بذلك نعم. أو لا لا أجزم كل جل المجتمعات المجتمعات التي تطورت أو تقفز يعني بخطى سريعة إلى تطور كبير واجهت نحن تاريخها. نخشى وجوهنا في المرآة مم. نريد ان نقدم صوره كاذبه حتى في علاقاتنا العائليه حتى في علاقاتنا بانفسنا كنا نتحدث منذ قليل نحن نكذب كثيرا نكذب على انفسنا ونكذب على الاخرين لا استطيع ان اواجه كتونسي عموما الصدق فاقول انا مثلا لي عجز في مجالات معينه هكذا لا يمكن ان يكون الانسان ممتازا في كل شيء لكن الشخصيه الجمعيه التونسيه تقوم على اثبات ان الانا له حق ويعرف انك انت الخاطئ لانك لم تفهمه نحتاج الى مصالحه مع الذات لان من لا يتصالح مع ذاته لا يمكن ان يتصالح مع الاخر هل, هل تدعي الف يوسف انها متصالحه مع ذاتها ادعي اني انشد المصالحه مع ذاتي الوصول الى نهايه الطريق يعني نهايه الحياه ولكن انشد ذلك واسير في طريق يسمح بذلك اقبل اخطائي اعترف بها انا انسان بسيط ولكني لا ادعي اني على حق والاخر على خطا هذا مستحيل هل تأمنين انه سنستطيع كسر السلطة المقدس ولا أتحدث عن كسر المقدس عن كسر سلطة المقدس الاثنين الاثنين كيف ي... ذلك؟ لن يكون هناك مقدسات سياسية أو دينية أمام العقل مم. أمام العقل لا يوجد مقدس سياسي أو ديني ومن هنا الاختراعات وهل كان يمكن في العصور الوسطى لولا كسر المقدس وكسر سلطته والمقدس كان ممكن يخترعوا ده لما قالوا الارض تدور والكهنه قتلوهم وابتدوا يكتشفوا الكواكب والعلم اللي احنا فيه دلوقتي هل كانوا يقدروا يكتشفوا كل هذه العلوم بما فيها الالكترونات والكمبيوتر دون كسر المقدس لماذا ألف يوسف أفكارك تلاقي الترحاب عند الكثير من الشباب والشيوخ نساء ورجال في تونس حتى المجتمعات الريفية اللي توصف بالتقليدية وتهاجم ألف يوسف من مثل الحداثيين أو بعض الحداثيين لا أعرف لأنه في نهاية الأمر ما أدعيه وما نوثقة منه هو, منه هو أني صادقة ربما هذا الصدق عندما يجد صدى في نفوس البعض يكون ذلك تفاعلا ايجابيا بموافقه بعض الاراء او بالارتياح للشخصيه هناك ناس لا يفهمون لا في الفلسفه ولا في الفكر ولا في اي شيء ويحبونني يحبون الشخصيه وهناك ناس ربما يزعجهم نوع, نوع صدق هذا ويشعرون انه ان فيه تبجحا او فيه غرورا يعني هي المساله قبل الحوار اشرت الى جمله جميله جدا يا ألفة قلت انك ترين الصدق في الاخرين المختلفين عنك، يعني حتى من يتعصب لفكره ما ضد الفا هو ليس ضد الفا او ضد ف... شخص فلان او ضد عماد او ضد هذه القناه او تلك، بل هو هو صادق في احساس معين في فكره ما وفي تصور او مخيال لحقيقه ليست كما اراها انا وانت. هو في الحقيقه ضد صوره بناها لنفسه بنفسه عنك او, عندي عندي أو عندي. والدليل انه في كثير من الاحيان بعض الناس بعد ان يكونوا يشتمون ونلتقي لم اكن اتصور انك هكذا فالمشكل في الصوره في الوهم نحن نحيا في الوهم وكما قلت في البدايه لم نتعود الحوار الهادئ في مؤخرا قرات شخص قال لي شخص من من مصر اظن قال لي قرات عنك اشياء واشياء واشياء حتى تصورت انك شيطان فشاهد فيديو على اليوتيوب تحدث فيه عن علاقه الانسان بالموت الى فقال فوجدت كلاما سليما معقولا يناقش ولكن ليس فيه اي اشكال هنا هناك ايضا السوشيال ميديا وهناك ايضا الوسائل التكنولوجيات الحديثه التي تسمح بنشر الصوره مثلما تسمح بنشر كاتب بسيط متواضع ويصبح اسما متداولا ومعروفا <applause> يمكن ايضا ان ترسم عنك صوره على انك سلبي او مهاجم للاخرين او ما تشاء ثم في النهايه يتبين الناس انك مجرد انسان يقدم قراءه وهذا ما نفعله جميعا في الحياه الفا انت ثوريه ولكن باسلوب مختلف ربما ربما النعوت تتعدد الصفات تتعدد كل واحد يرى الآخر من منظوره كما قلت لك في البداية أنا أنتمي لمدرسة روحانية تقول بالحرف الواحد لك الحق في الفعل ولكن ليس لك الحق في نتيجة الفعل أيها الإنسان افعل ولكن ما سينتج عن فعلك أثرا اليوم أو بعد مئتي سنة لا يمكن أن تحكمه فأنا أكتفي بالفعل وردود الأفعال ستأتي كما شاء لها الله أن تأتي ألف والسياسة والسياسيين دخلت شوي في معركه الانتخابات و... و... وسريعا ما غادرتي الفا والاحزاب لاني لم ادخل يوما الى حزب الا لمده شهر تقريبا في نداء تونس في مرحله الهيجان والصراع وبناء تونس ما بعد 2011، ثم اكتشفت اني لست مخلوقة للاحزاب لان الاحزاب تفترض طاعه مطلقه والفا والطاعه لا استطيع ان اطيع الا الحق ما أسميه أنا الحق أي الله أي ما هو كائن أما أن أطيع شخصا يغير رأيه كل أسبوع على حسب حساباته وحسب ما يدفع له وحسب العلاقات مع الخارج إلى آخره فلا يمكن لذلك هل هل هنا تتهمين حزبا معين؟ لا 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 لا, لا أتهم حزبا معين الأحزاب لا تلائمني أنا تحدثت عن الحرية ربما لأني امرأة حرة <applause> لا تلائمني الاحزاب لذلك فضلت ان اقدم رايي في الوضع السياسي الراهن في تونس بهشاشته ومشاكله وربما ما يحمله في رحمه من انجازات ممكنه في المستقبل لا اعرف. اقدم رايي بحريه دون ان انتمي الى اي تيار ايديولوجي هل ترين في خضم كل ما يحدث في تونس وفي العالم العربي وخاصه تونس لان عن جد وبصدق وانا اتجول بين بلدان عديده هناك اختلاف في التجربة التونسية قد نراه سيئا لكن الكثير من الناس يرون فيه الكثير من الضوء والإيجابيات هل ترى ألف يوسف بعد السنوات السبع أن هناك شيء جميل في هذا التغيير؟ قلتها سابقا وأكررها لا يمكن أن يكون هناك شيء سلبي مطلقا بالعكس عندما يكون هناك شيء سلبي فإنه بالضرورة يحمل في رحمه الإيجابية القادمة على الأقل اكتشفنا من نحن نعم، يكفي هذا، يكفي أننا تعرينا أمام أنفسنا، يكفي أننا ما كنا ننفيه ونخفيه ولا نسمع به أصبح ظاهرًا للعيان. هناك في تونس اليوم في هذه المشاكل الكبيرة، نحن نعاني مشاكل كبيرة جدًا. يمكن أن تشارف الانهيار اقتصاديًا وسياسيًا وما تشاءون لكن في هذا الخضم هناك شباب تونسي رائع. أنا ألاقي شبابًا بهذه المشاكل بالبطالة يصنعون ابداعات ممتازه في كل شيء وباي شيء باشياء بسيطه احيانا لذلك علاقتي معهم هي علاقه حب كبير متفائله يا الفه طب انا دائما متفائله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون لا يمكن ان اكون متشائمه الحياه جميله الشمس تشرق كل يوم فكيف لا اتفائل انا اتنفس فكيف لا اتفائل هناك حولي جمال من الطبيعه رائع هناك اناس يكرهونني واناس يحبونني اتحرك أنا أحيا فكيف لا أتفائل؟ جميل هذا التعبير سنخرج في هذا الفاصل ثم أعود مع ضيفة تسرق مني أسئلتي وتقودني إلى مراعي جديدة سنخرج مع ألفة لنعود إليها متميزة هناك سيئات وحسنات فيها ألفة يوسف هي مفكرة تونسية تمثل المرأة التونسية والمرأة العربية أحسن تمثيل أنا نتصورها كأستاذة مجددة يعمل على قراءة نقدية للتراث عندها خطاب موجه للنخبة كما عندها خطاب موجه للفئة الشعبية الناس كلنا يفهموها تمكنا من الادب متمكنه من القضاء استاذه متميزه تقدم يعني فكر يراوح بين ما هو قديم وما هو حديث تعي ما تقول ترى خلفها تعيش وقتها وترى امامها عندها طريقه في التبليغ طريقه في تبليغ الفكره نتاعها طريقه بسيطه وسلسه انتقلت يا ألفا في دراساتك من المبحث والمباحث يعني اللغوية والألسنيات أنت تتقنين أكثر من لغة وتقرئين بحوالي ثلاث لغات ألفا أعلم أنك عاشقة للأدب الروايات أو آخر الروايات التي جلبت انتباهك أو تمتعت ألفا بها كنت أقرأ كثير من الروايات ولكن م. في المدة الأخيرة جلبتني الأبحاث آخر ما قرأت هو قواعد العشق الأربعون طبعا في نفس المجال الصوفي ليف شافاك ولكن من احسن الروائيين الذين اعشقهم في العالم هو بول اوستر بول اوستر الامريكي دخل بالانجليزيه لبول اوستر قرات الإنجليزية وبالفرنسيه الثلاثيه مترجمه الى العربيه سيتيتفاغ مدينه الزجاج الادب ربما رحلة جميله في رحله جميله جدا ثنايا الصور هو لماذا ربما اميل الى اوستر لانه وراء الروايه والحكايه هناك ايضا البعد الفلسفي الذي أنا مهووسة به حلو أنا مهوسة <applause> نعم أنا مهووسة بهذا <applause> وفي الأدب العربي لنبدأ من تونس، يعني من منا لم يتربى في جيلنا على المسعدي؟ أعشق لغة المسعدي تلك المقدمة التي أدهشتنا لرواية حدث أبو هريرة، <applause> لأعود، حدثينا عن بكار، أستاذك بكار لا يوجد منه اثنان في تونس لأن بكار منفتح على اختصاصات كثيرة ولأنه يحب ما يفعل السر هو في الحب ره في كل شيء السر السر في الحب قول محلاك لا لان هذا هذا <applause> هو الصدق بالحق السر في الحب السر في الحب عندما انا لست اكاديميه ولست مثقفه يقولون لي انت مثقفه انا امراه احب ما اكتب واحيانا ابقى سنوات طويله لا اكتب لاني لا احب شيئا في تلك المرحله يحملون على الكتابه بكر يحب وتشعر عندما يتحدث عن النص عندما يحلل النص انه يحبه وعندها تصبح مستمعا منتبها وتعشق انت ايضا هذا لا احب محترفي الكتابه لا احب محترفي الأكاديمية، لا احب محترفي الفن هي اشياء اما ان تعشقها او ان لا تكون لذلك كان بكار متميز ذلك المسعدي ايضا ولم يكتب كثيرا ولكنه متميز. هناك في تونس كتاب كثيرون، هناك جيل صاعد اليوم، انا مثلا احب امال مختار، رغم انها لم تشتهر كثيرا خارج تونس لها كتابات منشوره في لبنان ولكن لم تشتهر كثيرا. امال مختار كاتبه صادقه. وهناك طبعا كثيرون وكثيرات عندما اجد روايه تقع امام عيني اقراها ولكن كما قلت لك دائما اميل الى البعد الفلسفي، قرات الطلياني. أحببت الطلياني وشكري كان زميلك شكري, شكري للمشاهدين زميل. طبعا, يعني اللي طبعًا, طبعًا هو تقريبا من جيلي أقول تقريبا يعني أكبر مني قليلا <applause> <applause> آه شكري أيضا أبدع لأنه من ليس من السهل أن تخرج من جلباب الناقد لتدخل جلباب المبدع أنا ومن يعني الأكاديمي إلى المخيال واللعب بين ليس صور ليس الكلمات هذا سهلاً ليس هذا والحكاية ألفة هل سنقرأ رواية لألفة؟ أشعر أني من أول كتاب أكتبه كل مرة أرتخي أكثر لأن الرواية تحتاج ارتخاء <applause> ثم فيما بعد يأتي العمل عليها الشغل ربما في يوم ما قد يكون هناك كتاب هو إما رواية أو سيرة حلو أعود إلى الأدب الخارج في المشرق العربي تحدثنا عن زيدان عن عزازيل تحدثنا عن النبطي طبعا زيدان وقبل ذلك حنمينة صنع الله صنع إبراهيم صنع الله إبراهيم يعني هؤلاء بعضهم كان ضيوفي ممن تمكنت أن نصل هؤلاء كونوا ذواتنا <applause> عندما كنا في الجامعه من منا لم يقرا الياطر مثلا كتابات شرق المتوسط شرق المتوسط وموسم الهجره الى الشمال الى اخره <applause> والمتشائل وغيرها الى الان هناك اشياء تسمى بالنسبه الي اسسا التي عليها تبنى الكتابات الاخرى التي قراتها ولكن اعود دوما اجد نفسي دوما مشدوده الى هذه الاسس الجوهريه التي بنت كياني في علاقه باللغه وبرؤيه العالم لو ارتحلت بك الى الشعر وعالم القافيه عاشقه لبدر شكر السيب ولو كان حيا لا اعتقد اني كنت ساغازله <تصفيق> <تصفيق> ليس في ذلك شك <applause> وخلافا لكثير من الاكاديميين الذين يستحون من نزار قباني انا لا استحي من نزار قباني واعتبر انه مرحله جميله جدا في تاريخ الشعر العربي حبب الشعر للناس قرب الشعر نزار قباني فتح كتاب الشعر امام الملايين العرب وصالحنا مع اللغة العربية ومع البساطة مم. ولكن اقرأ كثيرا الى اليوم للشعراء القدامى يعني عود الى نز... الى نزار لانني اشترك معك في عشق هذا الرجل وكلماته وحياته والكثير من تفاصيله أه واحب شعراء اخرين حتى يعني الشعر كحديقة كبرى يعني والازهار فيها الوان نزار لا نستطيع الا ان نحب ونقدر انه علمنا ان نحب جمال بساطه اللغه العربيه في عمقها في ذات الوقت جمال وبساطه ولكن م. نزار له ايضا صور غريبه عجيبه م. يعني لو تاملت في في قصائده هناك البساطه ولكن هناك احيانا ابداعات تدهش وليس من الصدفه ان اخذ نزار كل هذه الشهرة ربما ايضا غناء قصائده أعطاه الشهرة وربما نقرأ الأمر بالمعكوس جمال قصائده جعلها تغنى وتكتسب كل هذا التأثير في الشعوب العربية مظفر النواب نعم نعم له أبيات جميلة ولكني لا أحب كثيرا الشعر عندما يصبح خطابا سياسيا لكن نزار أيضا كان له مثلا نعلن وفاة العرب لم أحبه كثيرا في شعره السياسي إلا ربما خبز وحشيش وقمر لأن فيها صور الشعر صورة مثلما أن الرواية حبكة حكاية وأسلوب حديث فإن الشعر صورة ومن لا يتقن الصور يشتغل شغلا آخر بدر شكر السياب هو إله الصورة بالنسبة إلي هذه الأكاديمية التي أعرف الدكتورة ألفا يوسف نخرج في هذا الفاصل رغم أنها هربت من لقب الأكاديمية ألفا أكاديمية بامتياز انت كاتب لا تحب الابطال انت لا تؤمن بالقاده او الابطال الكبار آه. اللي غيروا مجرى الاحداث يعني اه احداث ب... الناس آه، مش الأحداث انا م... يعني طبعا يعني انا رأيي انه ما فيش انسان خارق ما فيش شخص خارق في اشخاص ممكن يبقى في ظروف معينه ولحظه حز... و... وازمنه معينه زائد ان يكون عندهم صفات برضو استثنائية في بعض الجوانب وكل ده بيتجمع وبيخلق لهم وبيخلق لهم وضع يقدروا ينجزوا فيه أشياء ممكن آخرين ما يقدروش يعملوها آه بالنسبة للقادة السياسيين أو الزعماء أو كل ده بيتطلب الأمر أن هم يكون ناس بتأيدهم أو في موقف من الناس لهم وبعدين بقى بتبدا مرحلة تانية تبدأ عملية تانية خالص انك انت بيبقى فيه هالة حوالين الشخص ويتم تضخيم هذه الهالة من جانب الشخص نفسه أو من جانب الناس وندخل في دايرة بحيث إن نوصل لأنه ده شخص استثنائي غير عادي نبي إذا الأبطال هم في النهاية ناس عاديين وليسوا أبطال <applause> يعني فقط ظروف معينه سمحت انه يبرز في مجال معين في موقف محدد بالضبط وبالاضافه لانه بيبقى عنده برضه خصائص برضه مختلفه شويه عن الاخرين يعني يعني انت تؤمن بالتميز ذكاء زي... اه طبعا في تميز طبعا في تميز في بعض الجوانب يعني لكن لا تؤمن بالبطل المنقذ الاوحد لا 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 كما اعلم حبك للشعر القديم يعني لا تستطيع ان تكون باحث في اللغه العربيه ولا تعشق ما يسمى بالشعر الجاهلي والنصوص القديمه النصوص القديمه من إمرأة القيس ونحن ماشيين لها يعني سحر لا يعرفه الا من عاشرها هي نصوص تعاشر لا تقراها كذا تقرا ثم تعود اليها ثم تعود اليها المتنبي بشار ابو نواس هؤلاء أشخاص يعني من جاهلي إلى ما بعد إلى الدولة العباسية الثاني هناك نوع من أنواع الروح التي يحملها الشعر أعتقد أزعم أن الشعر أقدر الفنون الكتابية على التعبير عن روح المرحلة يعني عندما تقرأ أبا نواس تشعر كأنك في تلك المرحلة التاريخية نفس الشيء بالنسبة إلى المتنبي إلى جانب تعبيري يعني عن الذات طبعا الشعر الوجداني الأخير غير ما يقال لكن الشعر ايضا يحمل عبق مرحله معينه، ولذلك له تاثير وسحر بعد قرون وقرون الى اليوم، ولذلك ايضا قلت هذه النصوص لا تقرا هكذا بسرعه وانما تعاشر هل تعود الفه من وقت الى اخر الى قراءه تلك النصوص القديمه؟ احيانا هكذا اكون في شغل ما واذهب الى المكتبه واخذ ديوانا واقرا بعض الابيات فاشعر بان هناك للمتعة متعة متعة عميقة لا،, لا يمكن التعبير عنها اجمل ما لو ارتحلت معك الى المعري مثلا المعري احبه اكثر في رسالة الغفران لان المعري في اللزوميات شاعر عقل مم. وأنا لا أحب العقل في الشعر لا تحبين العقل في الشعر <applause> لأن العقل هو رباط في المعنى الأصلي عقل في العربية في العربية في اللغة مم. العقل ليس لي مشكل مع العقل نتعامل به يوميا ولكن أمتع الأشياء التي نحياها ليست عقلانية لا يمكن أن ينكر أحد هذا فالشعر الممتع ليس يعني عقل لا يمكن أن يكون الشعر فلسفيا تحبين شعر الصعاليك؟ نعم بكل ما في الصعلكة من شروط وتفاصيل من فكر بلغتنا الحديثة اليوم هامشي ربما أو خروج عن الرؤية الاجتماعية المكرسة المغلقة التي تفرض عليك نمطا ما للتعامل مع العالم تحفظ ألف الشعر القديم أو أبيات منه؟ أكيد الأبيات الشهيرة نعم أحفظ, أحفظ. مثلا هكذا بالصدفة أستحضر قول المتنبي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشقي الله <applause> الله يوفى <يلف. تصفيق> الفا <applause> الان نحن خليط ومزيج من هذه الرحله التي تحدثنا فيها في السياسه والشعر الحديث والقديم ونصوصنا ومؤسساتنا ومعتقداتنا هل سندخل الى حداثه جميله لا يمكن ان نهرب من الحداثه ما يمكن. فعله السياسيون التونسيون وحتى العرب م. عموما هو تاجيل لحظه الصفر للدخول الى الحداثه لانه عندما تتعامل بادوات الحداثه وهذا يقوله ريجيس دوبري الوسائط شيئا فشيئا تدخل الحداثه صحيح ما زلنا نحمل تفكير القبيله ولكنه مشوش مشوه وهذا ما يفسر الصراعات هذا ما يفسر الاكتئاب هذا ما يفسر المشاكل هذا ما يفسر التهجم على الاخر يوما ما سنقطع مشكلتنا هي التلفيق مم. اردنا ان نلفق رغم ان القبيله تحطمت تحطمت القبيله وسقطت الخيمه لكن فكرها يتسرب إلينا هنا القبيله هنا عندما مم. اقول نحن والاخر وانفي الاخر اريد اقصائه فهنا هذه القبيلة عندما أقول لا يمكن رؤية الأمور إلا بهذا الشكل فهنا هذه هي القبيلة عندما نظرتنا للأنثوي عموما وليس للمرأة فقط ولكن للأنثوي فينا أكثر من سلبية فهذه هي القبيلة إلى آخره ولكن يوما ما سنفهم أن هذا التلفيق الذي قمنا به لن ينجح متى سنعرف عن يعني حقيقة وكليا في الوعي الجمعي يعني أن الحرية ليست فساد الأخلاق لأن المجتمعات التقليدية بها سجون ليس فيها حرية وبها سجون والسجن هم يعني لأناس على الأقل سيئي الأخلاق فالمجتمعات التقليدية شئنا ما بين إن ألغت الحرية فإنها لم تجلب مجتمعا أخلاقيا نحن لنا مشكل مع الأخلاق هذا أقول دائم. علاقتنا بالأخلاق هي ترجمة لمغال بالمعنى التقليدي في حين ان الاخلاق هي الاتيقة لتيك وهذا ما فهمه فلاسفه الاسلام ايضا في عندما ترجموا عن اليونان مم. الاتيقة ما هي هي ان لا تفعل شيئا يؤذي الاخر هي بسيطه جدا ولكنها عميقه هي جوهر الاديان بالنسبه الي هي جوهر القيم مشكلتنا اننا شعب بلا اخلاق نحن شعب ندين العلاقات يعني الكلام صعيب شويه سافسر هذا نحن ندين العلاقات الجنسيه مثلا مم. وندين الخمر وندين من يلبس او تلبس لان الرجل يفعل ما يشاء تلبس عاريا الى اخره لكن لهنا ل... انت قلتي جمله مؤلمه ساعود اليها الرجل يفعل ما يشاء نحن بلا اخلاق لاننا نكذب لاننا لا نعتبر ان الغش مشكله لاننا لا نعتبر انك المحسوبيه مشكله لان هذه اشياء نعيش بها كل لكن يوم لكن لماذا تتحدثين في صيغه الجمع يا والفة؟ كالعادة أتحدث عن المخيال الجمعي ليس معنى هذا أن كل الأشخاص ولكن جل الأشخاص أنا اشتغلت في مواقع مسؤولية وأعرف هذا الكذب ليس مشكلا المشكلة الأخطر أن تسبح امرأة بما يوم الغش لا يهم أغلب التجار يعتبرون الغش شيئا عاديا وها اسأل أي مواطن سيقول لك هذا ولكن يذهب ليصلي صلاة الجمعة ثم يخرج لينظر إلى الناس ويغتابهم. لنا مشكل مع المعنى العميق للأخلاق لأنه بسيط وسهل في الآن بسيط ومعقد في الآن نفسه. لأنه يحتاج عملاً فعلياً. الخير، هذه الكلمة ليس لها معنى كبير في بلادنا. المعنى الكبير هو لما يريده المجتمع. المعنى العميق لديهم هو للدين بالتصور الطقوسي الشعائري التقليدي الذي ليس فيه البعد الروحاني. ما الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ نحن قوم فقدنا روحانيتنا اذهب إلى الغرب وهذا قالها محمد عبده لكي مم. لا يقول امرأة قالتها قالها محمد عبده عندما ذهب إلى باريس قال أخلاقهم ديننا السلوك اليومي في الشوارع في جل البلدان العربية تحدثوا عن بلادي على الأقل مم. السلوك اليومي فيه عنف كثير كيف يمكن أن تكون عنيفا وغير متسامحا مع الآخر وغير مبتسما في وجه مم. الآخر ثم تدعي أن لك أنك صاحب دين عن أي دين أنت تتحدث؟ هذا ليس دينا. ألفا تحدثي معي قليلاً عن الجميل في هذا الوطن. الجميل في هذا الوطن كثير جداً. الحمد لله يعني ألفا لا ترى كل شيء فقط لا لا سلبياً. شوف عندما تنظر إلى السلبي، فهذا قمة الحب. تصور أني أذهب إلى طبيب وأقول له إن رجلي تؤلمني ويقول لي يدك ليس فيها مشكل. هو بالضرورة سيعالج ما هو يؤلم لكن لا يعني هذا النفي الإيجابي سأفتكك من هناك إلى ملعب الجمال في وطني ملعب الجمال في وطننا البعد الشعبي أنا أحب مثلا الـ الـ ما يسمى العجائز أو كبار السن جدا هناك في تراثنا الشفوي الشعبي أشياء جميلة جدا وفي الآن نفسه وعلى النقيض من ذلك لنا شباب يتقد حيوية في تونس نحتاج الى مطر من الحب لو هطلت في بلادنا لمده اسبوع امطار من الحب لاصبحنا من اروع بلدان العالم لان مشكله التونسي هو الخوف والقلق الموجود وهذا الخوف والقلق لا ينزع بعنف او سلطه وانما بالعكس ينزع بالقبول وبالمحبه نحن في حاجه الى هذا الجميل في وطني ان التونسي يغضب بسرعه ويصيح ويهددك ولكن عندما يجد فيك هذا الهدوء هذا الحب يهدأ يهدأ وهذا جربته حتى في الحياه اليوميه انا احيانا اجرب مقوله فلسفيه في حياتي اليوميه فعندما شخص مثلا يكاد يصدمني بالسياره ويصيح اقول له سامحني اخوي سامحني انا غلط اسمع اسمع اسمح سمح سمح ذلك الغضب عندما يجد منك هدوءا يتحول الى اطمئنان ألفة سادعوك الى الانتقال الى مكان اخر من هذه المدينه الساحره سوسه في تونس ألفة تنقلنا بين مجالات أكاديمية كثيرة وسياسية حدثيني عن ألفة الرياضية أتابع رياضة كثيرا و... 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 وتحب جمعيتك في الدم أه طبعا هي كما قلت لك هي لعبة لابد من وجود هذا الحب الذي يجعل الصراع الكروي أه الأخوي معنا طبعا أنا أقول دائما ليس لكريات بيض لنجوم بيض والمنتخب طبعا آه. كاس العالم؟ نتفرج خوفا من الخيبه، لان لما كنت صغيره كنت اؤمن بان تونس يمكن ان تحصل على كاس العالم، واذكر سنه 78 آه، راهنت ابي على ان تونس ستربح مقابله قال لي لا آه، كان الرهان دينارا وقتها دينار و... <applause> 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 والخ... حاجه كبيره حاجه كبيره وانتصرت تونس على الارجنتين وتذكر ان اخذت ذلك ال... الدينار الفا آه بعيدا عن عن الحياه السياسه وال... والجامعه، الفا الام أولادك فرحانين اللي أمهم ألفا ولا يقلقهم نجومية ألفا يوسف على الفيسبوك على ال هناك بعض هناك بعض الانزعاج احيانا لان الابناء يريدون ان يكونوا ابنائي م. في علاقه الام، طبعا هناك فخر ايضا، هناك جانب الافتخار الاكيد هو انه يفضلون ان يكونوا كما هم، ليسوا ابناء الفيوس يعني بالتبعيه، مم. فيما عدا ذلك العلاقه بيننا علاقه حب كبير وانا ام اترك هامش كبير للحريه لابنائي، لست اما خانقه ابدا ولا امتلك ابنائي ولا اقول حياتي هي ابنائي لاني عندما اقول حياتي هي ابنائي معناها ساتحكم بهم، لا مم. ارجو ان يطيروا باجنحتهم الى عالم ارحب اولادكم ليسوا لكم هم ابناء الحياه كما قال جبران أه وانت زوجة مبدع في مجال اللغه ايضا وزميل دراسه حدثيني عن زوجي زوجي هو الرجل التونسي الوحيد الذي كان يمكن أن أتزوج منه عرفت كثيرا من الرجال شيء طبيعي وإلى اليوم أعرفهم في إطار زمالة وصداقة الوحيد الذي يمكن أن أكون معه زوجة هو العادل خضر. ونحن كذلك نتجول في حياتك الخاصة أعجبني أنك لا تنزعجين يعني. ليس هناك شيء يزعج ليس لما لي أخفيه هكذا هي أنا كما قلت منذ قليل نتصالح مع أنفسنا ننظر في وجوهنا في المرآة حقيقتي في المرآة أن لي مثلا ندبا على خدي هل إخفاؤه سيغير شيئا لن يغير شيئا لن يغير شيئا أنا ما أنا بما يبدو إيجابيا أو سلبيا إنجاز التقسيم ولكن أعتقد كما قلت لك عندما نتعامل مع الحياة بحب فإنها تحبنا أنا أؤمن بالمعجزات كل يوم الحياة معجزة وأعتقد أنه في كل يوم من حياتنا تتحول حياتنا حسب طريقه تعاملنا معها، كلما امتلأنا كرها وحقدا ورفضا تكون النتيجه سلبيه لانفسنا قبل الاخرين، كلما امتلأنا حبا وخيرا وقبلنا هذه الحياه كلما غمرنا لا نكرر كلما كلما قبلنا هذه الحياه حبا غمرنا نورها في الاعماق. الفا بعد تجربه التدريس لسنوات انتقلت إلى عالم المحاضرات اللي في فضاءات عامة وجمهورك يعني مختلط ما الفرق في التجربة بين الأكاديمية والجامعة وجمهور الطلبة وبين جمهور عام أنا فرحت جدا ونحن نحضر تلك المحاضرة التي ألقيتها منذ أيام أن أنا جمهورك من كل الناس من كل الطبقات من كل التنويعات يحضرون وبفرح كبير، يقبلون الى الاستماع، يعني في مجتمعنا هناك من يبحث عن المعرفة، ليس صحيحا اننا اعداء للثقافة والمعرفة لسنا اعداء للثقافة، اعداء لمن ياتي ليدعي انه حاز علم الاولين والاخرين وياتي ليلقنه لك، مم. هذا هو المشكل، الناس في حاجة إلى سماع صوت يقدم لهم رؤية، يفتح لهم نافذة فلذلك في كثير من الاحيان اجد اشخاص من اعمار مختلفه من الجنسين من انتماءات مختلفه وما احرص عليه هو ان يكون الامر بسيطا انا امراه ربما مجنونه عندما ادعي ان الفلسفه يعني انت مجنونه انا مجنونه لاني اعتقد ان الفلسفه هي تعقيد لامور بسيطه هناك افكار بسيطه يمكن ان اقولها لك بطريقه بسيطه بدووجية واضحه ويمكن ان اقولها بجمله معقده وأصبح عندها فيلسوفة لكن بعض المفاهيم يقول التبسيط يدمرها لماذا لا نقول العكس؟ لماذا لا نقول أن المفاهيم أو تعقيد المفاهيم لا لا لا, لا تحدث عن التعقيد التبسيط يلغي جزء من مثل الرياضيات لا نستطيع أن نبسطها الرياضيات بسيطة أنا كنت أعشق الرياضيات طبعا لم اعد اليوم ذات مستوى ممتاز كنت ممتازه جدا في الرياضيات لاني مم. الحقيقه يوسف. كنت, <applause> كنت كنت نعم كنت كنت يوسف كانت لكن اعتقد اننا مغرمون نحن البشر بتعقيد البسيط ان تكون فيلسوفا ليس معناه أنك معقد اعطيك مثال عندما استمع الى فلاسفه كبار على, على اليوتيوب او عندما اقرا كتبهم افهم بكل يسر ما لا أفهمهم هم أولئك الذين يريدون أن يدعوا في العلم فلسفة, صح. فلسفة عندما فلسفة. حاولت <applause> تشومسكي وأنا أجلس إلى هذا المفكر العملاق للرجل بساطة مذهلة تأخذك إلى أعمق المعاني في المصطلحات والمفاهيم وهذا ما أعنيه المصطلحات يمكن تقريبها لأنه في نهاية الأمر ماذا سينفع جمهورا أتى ليستمع إلى محاضرة عندما يخرج بكلمات وعموميات ومصطلحات رنانه ميسيولوجيه الحلزون المتفقة ولا وال... يفهم منها شيئا لذلك دائما اعطي صور اقرب بالصور <applause> لاني اعتقد ان هذا العالم هو واللغه عالم العربيه صور. ليست صعبه ليست صعبه وجميله جميله جدا لمن نفذ الى اسرارها اتمنى ان اكون قد رافقتك وانت المختصه في اللغه العربيه في حديث يبرز جمال هذه اللغه في تعاملنا اليومي اعتقد ان اللغه هي التي تتكلم على لساننا مم. فمن من يتكلم وما يتكلم هم كل من درسني والكتب التي قراتها والشعراء والادباء نحن نتاج وارجو ان يشفع لنا هذا الصدق الذي في قلوبنا مم. لدى جمهورنا حتى يقبل ما كنا نقوله لها. سيدتي أنا أحترمك جدا شكرا على صدقك وجمال الحديث إليك مرة أخرى ألف يوسف تقودني في رحلة ولا أجمل أتمنى أن تكونوا قد تمتعتم بهذا الحوار في مش ممنوع من سوسة من أجمل أو واحدة من أجمل المدن التونسية هذا عماد دبور يحييكم على أمل اللقاء بكم في مش ممنوع آخر